السلام عليكم. تحذيرات أطلقها أكاديميون من مغبة إقدام ميليشيا الحوثي على إجراء تعديلات في المناهج الدراسية للمدارس والمقررات الجامعية بمختلف كليات جامعة صنعاء. المخاوف تكشف جانباً من عملية التطييف التي تقوم بها ميليشيا الحوثي للمجتمع في مناطق سيطرتها. طلاب مدارس وجامعات، أساتذة جامعات، مدرسون، موظفون، شباب، عقال حارات، نساء، تقوم الميليشيا بإرغام الجميع على الالتحاق بدوراتها الطائفية، ومن يرفض ويعاقب ويستبعد. تتكشف في وسط الحرب العسكرية حروب أخرى يخوضها الحوثيون من أجل نشر فكرهم وثقافتهم على مستوى تغيير المناهج في المدارس والكليات وعلى كل وسائل الإعلام وفي المناسبات والفعاليات وتخصيص الدورات من أجل ذلك. فما هي مخاطر هذا التجريف الذي يمارس بحق الوعي المجتمعي مشاهدينا الكرام؟ وما هي مخاطر الفكر الإمامي على النسيج الثقافي والاجتماعي لليمنيين؟ ولماذا لا توجد توعية بهذه المخاطر؟ ولا يوجد حتى أي جهد فكري مكافح لهذا الفكر الطائفي؟ كل هذه الأسئلة أطرحها على ضيوفي لهذه الحلقة من المساء اليمني، ولكن نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير. لأني صنعاء قضاها الله بفيض الغمامة. ما مثل صنع اليمن، لكن لصنعاء وجها آخر. بعد أن لطخها الحوثي بشعاراته وشوه معالمها الأثرية البالغة القدم، ليطال التغيير وجه المدينة آزال، هذه المباني الضاربة في جذور التاريخ ووجدان اليمنيين. سعت الميليشيا لما وصف بمحاولات طمس الهوية اليمنية في العاصمة صنعاء المدرجة في قائمة التراث العالمي، إذ انتشرت في الآونة الأخيرة شعارات تحمل بعدا طائفيا بألوان يخدش الفن المعماري للمدينة ويشوه معالمها الأثرية وتراثها الفري عبر نشر رسومات طائفية على جدران سور صنعاء القديمة ومنازلها وأزقتها وعلى منابر وأبواب الجامع الكبير، وهو ما يهدد بإخراجها من قائمة اليونسكو. صنعاء القديمة تدفع اليوم كغيرها ضريبة وقوعها في قبضة الميليشيا، ومثلها تفعل جامعة صنعاء التي تعرضت مناهجها التعليمية لتعديلات وإضافات تضمنت مقررات ذات أبعاد طائفية موجهة لخدمة مشروع إيران في اليمن. يقول أكاديميون إن التدخلات الحوثية في المناهج التعليمية كارثة بكل المقاييس وإهانة للعقول الأكاديمية والطلابية، فيما ترتفع الأصوات المحذرة من سحب الاعتراف بجامعة صنعاء من قبل الهيئات العربية كاتحاد الجامعات العربية جراء العبث الذي يطال المناهج. لكن هل اكتفى الحوثيون بذلك؟ لا، فقد سبق ذلك أن فرضت ميليشيا الحوثي على المدارس الخاصة بصنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها مدرسين ينتمون لها لتدريس منهج التربية الإسلامية من أجل تكريس ثقافة دينية تتماشى مع توجههم الطائفي. وكانت الميليشيا قد عملت كذلك على تغيير بعض المناهج التعليمية بما يتسق مع توجهاتها. يخشى اليمنيون من استمرار سيطرة الميليشيا على الشريحة العظمى من السكان، الأمر الذي قد يتسبب بتغيير مستوى هوية الدولة وسلامها الاجتماعي. تمضي ميليشيا الحوثي في حربها على اليمنيين، فإلى الجانب العسكري تخوض أيضا معاركها الثقافية والفكرية على مستوى تغيير مناهج المدارس والجامعات، وتبني خطاب طائفي في المساجد في سعي جاد وحثيث لوضع نظام تعليمي متكامل، الأمر الذي يعتبره متابعون مقدمات لتغيير ديموغرافي كامل على المستوى الاجتماعي والثقافي. مطالبات كثيرة بسرعة تحرير هذه المناطق حتى لا يجد اليمنيون أنفسهم أمام جيل مشوه وتائه. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب الأستاذ ثابت الأحمدي الكاتب والباحث من الرياض، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ ثابت. مساء الخير والخيرات، أهلا وسهلا بك عزيزتي وبالمشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم جميعا. أهلا بك أستاذ ثابت. مرحلة جديدة يمضي فيها الحوثيون في تطييف المجتمع وصبغه بلون مذهبي، كيف تتابع ذلك؟
في البداية جميل أن قلت تطييف ولم تقولي مصطلحا آخر غير هذا، لأن هناك فعلا هذه الجماعة الحوثية الجارودية المتطرفة تسعى إلى عملية تطييف واسعة في الشعب اليمني، ولكن عملية التطييف ليست في الأمر السهل في مجتمع متحضر تجري دماء تجري الحضارة في دمه وفي جيناته. عملية التطييف هي عملية قديمة جدا ترجع ربما إلى منتصف القرن السادس الهجري، حينما أمر الإمام أحمد بن سليمان وهو من كبار كرادلة الإمامة الإمامية أمر القاضي جعفر بن أحمد بالذهاب من صنعاء إلى بلاد فارس لاستجلاب المناهج من هناك وتدريسها والمجيء بها إلى صنعاء وإلى صعدة وتدريسها في الحوزات والأربطة في اليمن، ولكن لم تكن الجدية قد بقيت فلم تكن إلا النسخة الجارودية المتطرفة التي أتوا بها، ومع ذلك بقيت اليمن عصية على أن تجري عملية تطييف فيها رغم المحاولة الدؤوبة التي حاولت الإمامة فرضها بالقوة بقوة الدولة بالسلاح بالمال بالإعلام بالخطاب الديني بكلمة المسجد بما لها من قدسية وبما لها من هالة، ومع ذلك فشلوا في عملية التطييف وإلى اليوم تجري هذه العملية ولكن هيهات هيهات. نعم، ولكن أستاذ ثابت يعني هناك لعبة خفية ربما ليست بهذا الوضوح، تغيير مناهج خفيف يعني في وسائل الإعلام حينما يكرر على المواطن البسيط بعض المفردات، استخدام مصطلح العدوان ومن تحته تأتي كثير من المغالطات التاريخية والدينية أيضا، هل لكل ذلك خطر يعني برأيك؟ عزيزتي والمشاهد الكريم، لا شك أن الخطر قائم، ولكن الخطر الأشد والأعظم والأكبر هو التغيير في المناهج المدرسية، هذا هو أعظم وأشد خطر والذي ننبه عليه من سابق، ولكن للأسف لم يتم تداركه ولم يتم التنبه إليه. هذا القاتل وهذا الذي يفجر باللوم والذي يحمل اللوم بين حقيبته أو بين يديه، اللؤم مزروع في ذهنه وفي رأسه أولا. انزعوا الألغام من المناهج، انزعوا الألغام من الحوزات، انزعوا الألغام من الأربطة، انزعوا الألغام من داخل الرؤوس تنزع من أرض الواقع. اللؤم الذي يفجر المسجد ويفجر البيوت ويفجر مؤسسة الدولة يعني تم تفجيره داخل الدماغ أولا، وتم إقناع ذلك الضحية بالأساس لأن يذهب ويفجر. المشكلتنا في الأساس ومشكلتنا التاريخية هي مشكلة وعي وثقافة وفكر، ولو حلينا المشكلة الثقافية من زمن ولو حلينا المشكلة الفكرية لحلينا كل مشاكل اليمن. يا عزيزتي اليوم اليمنيون يبيعون وطنهم بما يشبه أو بالأصح بالمجان لهذا الدخيل، يعني للفكرة الدخيلة ليست على اليمن فقط ولكن على الوطن العربي كامل، أقصد بها فكرة الحق الإلهي التي أرادوا أن يزرعونها بين يعني مناهج وبين سيف وثقافة الشعب اليمني الذي رفضها منذ زمن، مع العلم أن ما أتى به عبد الملك الحوثي اليوم هو مختلف إلى حد ما عما كان عليه آباؤه وأجداده، جاء بثقافة جديدة ثقافة خمينية هي بعيدة نسبيا عن ثقافة الإمامة إلى حد ما، لم تكن الإمامة بهذا القبح يعني الذي بدأ به عبد الملك الحوثي اليوم. نعم، إذن برأيك أنت ترى أن ربما الخطر الأكبر هو في المناهج، تغيير المناهج يبدأ رويدا رويدا. نعم، المناهج على ذلك. نعم، المناهج أستاذ يعني ربما تم التنبه لبعض التغيير الذي حدث في مناهج الصفوف الدنيا وتم إتلاف تلك المناهج، ولكن هناك ما هو يعني أكثر سوءا وهو إلزام طلاب الجامعات بمقررات تم تغييرها، وطبعا تعرف مقررات الجامعة لا رقابة كبيرة عليها لا من اليونيسف ولا من وزارة التعليم العالي، الأمر متروك للأساتذة. هناك يعني مقررات فرضت على الطلاب على جميع الطلاب، تم تغيير منهج الثقافة الإسلامية الذي ربما جميعنا درسناه يوما ما، منهج آخر أضيف فيه كثير من المغالطات وتقسيم الناس إلى فسطاسين، قسم هو الذي ضد إسرائيل وحصر في
إيران وحزب الله ومن معهم، والقسم الآخر هو من يوالوا الحكام. يعني هذه المسألة أستاذ ثابت ما مدى خطورتها؟ لا شك أن الخطر قادم، وأن هؤلاء اليوم يعني هم بسبب صناعة أيديولوجية متطرفة وتعميمها على كل الناس مختلف يعني وفرضها بالقوة على مختلف مشاربهم، ولكن كما قلت سيكون لها تأثير إذا استمرت وإذا ما طال الأمد، لأن بقائهم يوما واحدا في السلطة وفرضهم هذه الأفكار يوما بعد يوم شهرا بعد شهر وسنة بعد سنة يمثل إعاقة فكرية كبيرة وثقافية على المدى البعيد إن أردنا أن ننزعها. للأسف الشديد يا عزيزتي نحن منذ ثورة 62 لم نتنبه لهذا الأمر يعني بسهولة أو لم نتنبه له بقوة حتى ننزع الأيديولوجيات السابقة وننزع الأفكار التي كانت. ذكر الدكتور عبد العزيز المقالح أن ثورة 62 سبتمبر قامت في اليمن 6000 طالب، تخيل اليمن كان فيه أكثر من 5 مليون يمني فيهم 6000 طالب، ولك أن تقارب في منتصف الثمانينات كان هناك 2 أو ما يقارب 2 مليون طالب بفضل المدارس التي انتشرت على قلتها إلى تلك الفترة. الإمامة يعني أطبقت على الشعب كامل وأرادته أن يكون جاهلا، لأنها لا تنتشر إلا في الظلام، لا تنتشر إلا في الجهل، لا تنتشر إلا في المجتمعات التي لا تهتم بالتعليم، وإن كان من تعليم فهو تعليم تقليدي للغاية. ذكر الدكتور مصطفى الشكعات في كتابه مؤامرة مصر في نجاح اليمن أن اليمن في الأربعينيات في أحد الأحياء تحديدا كان فيه 9 مدارس لا غير، 3 مدارس ابتدائية و3 أخرى إعدادية و3 ثانوية، وهذه الثلاث أيضا كانت تقليدية التي أنت تتخيلي كل هذه المدارس في صنعاء والحديدة وتعلم لا تدرس فيها مادة اللغة الإنجليزية ولا الكيمياء ولا الأحياء ولا أبسط العلوم الحديثة، كانت فيها تعليم تقليدي للغاية بما يخدم الإمامة وبما يخدم فكر الإمامة، وكان الإمام نفسه يمارس الرقية ويمارس التطبيب الشعبي مقابل ريال أو نصفه من العملة الإمامية آنذاك. سعوا ويسعون إلى تذهيل الشعب، منطقة أو جزء كبير من شعبنا اليمني وخاصة في إقليم أزال بقية تحت وصايات هذه الجماعة وخاصة الجزء الشمالي منه لم يتعلموا كثيرا، حاربوا التعليم، حاربوا المدارس، حاربوا المراكز البحث العلمي، حاربوا الصحافة وكل هذه مراكز التنوير، حتى جاءت اللحظة الأخيرة وتسنى لهم أن يعني يبذروا بذورهم الخيرية في هؤلاء الجيل الناشئ. يعني حسين الحوثي عندما قتل كان عنده 15,000 طالب مؤجل بتعليمه هذا الرجعي الكهنوتي، بينما أبناء الذوات من الهاشميين العنصريين في صنعاء يرسلون أبنائهم إلى أوروبا للتعليم الحديث للدراسة الفيزياء والكيمياء والطب وعلوم الذرة، ولكنهم يعلمون أبناء القبائل ملاجم السيد حسين الحوثي. نعم، إذن أستاذ ثابت سنعاود لاستكمال حديثنا، ولكن بعد أن ينضم إلينا الباحث السياسي أيمن نبيل من ألمانيا. مساء الخير أستاذ أيمن. مساء النور أستاذ آسيا، أهلا بك. أهلا بك أستاذ أيمن. تجريف فكري وثقافي من قبل الحوثيين يمارس على الناس في صنعاء والمحافظات حولها بجميع أطيافهم، سواء أكاديميين، موظفين في دوائر حكومية، طلاب مدارس، حتى على مستوى عقال الحارات للناس البسطاء. ما خطورة ذلك من وجهة نظرك؟ طبعا المسألة فعلا خطيرة، ولكن لديها لها مستويات أو يعني لها قطاعات معينة. يعني مثلا في بالنسبة للجيل الناشئ هذا، أولا أنت لديك سيصبح لديك جيل كامل معاق ذهنيا، معاق هوياتيا، بمعنى أنه يعرف نفسه تعريفات طائفية، وبالتالي فأي مشروع قادم، أي دولة تأتي بعد ذلك، ستجد أمامها مجتمعا منقسما، وستجد أمامها يعني مجموعة بشرية ومجموعة مواطنين تحتاج إلى إعادة إلى عملية تأهيل، تأهيل هوياتي بمعنى تعريفهم من يكون، يعرف نفسه كيف، وهذه مشكلة خطيرة. نعم. الأمر الآخر أنه على مستويات بقية الشعب، يعني عملية التجهيل هذه لا تتم فقط عبر التعليم، تتم أيضا عبر أو نشر الشعوذة والخرافة والأفكار هذه، تتم أيضا عبر تجهيل الناس، لأن التعليم أصبح مع الزمن مع الوقت الآن نتيجة عدم دفع الحوثيين لمرتبات المعلمين، مع الوقت أصبح التعليم الآن شيء نخبوي، مسألة نخبوية تعتمد على الناس القادرين أنهم يدرسوا أولادهم ويدفعوا المصاريف، وبالتالي سيصبح التعليم بعد فترة إذا استمرت الحركة الحوثية في السيطرة على البلد، سيصبح التعليم كما كان سابقا مسألة نخبوية، يعني الذي يقدر يدفع هو الذي يستطيع أن يتعلم، بينما الآخرين يعيشون في جهل تام. هذا من يعني من زاوية أخرى
أنه الخطاب السياسي للحركة الحوثية معنى الدواعش وأمريكا وإسرائيل ونشر الإشاعات والكذب والنفاق ويعني هذه القيم وهذه القيم يعني هذه القيم الأفكار هذه اللا أخلاق التي تنشر أن وسط المجتمع ستنشئ حالة من الغباء بين الناس. يعني الناس بعد ذلك طرق تفكيرهم ستتغير إذا استمرت الحركة الحوثية، يعني إذا أخذت وقتها واستطاعت أن تكرس طرق التفكير هذه. يعني ستجدين بعد ذلك مجموعة بشرية تفسر الدنيا كلها بدواعش وأمريكا وسوف نذهب لنغزو مش عارف إيش والدول وأمريكا تخاف مننا، يعني أفكار غير علمية. نعم، وهذه الأفكار زرعت حتى في المناهج أستاذ أيمن، يعني ما حدث في إضافة مقرر على جميع طلاب المستوى الأول في جامعة صنعاء يتحدث بهذه الكيفية. يعني هذا صحيح، طبعا هذه في النهاية هذه جماعة تعرف ماذا تفعل، ولكن تعرف ماذا تفعل في حدود ما يسمح به الجشع، بمعنى أن لو كانت حركة إيديولوجية قادرة فعلا أو لديها مشروع حقيقي لنشر هذه الأفكار كانت ستدفع مرتبات المعلمين وتفرض عليهم بعد ذلك في كل المدارس والجامعات وكذا والأكاديميين أن يقوموا بنشر هذه الأفكار، ولكنهم يقولون أوكي، يعني الذي قادر يدرس نحن إيش بنعمل؟ بنعطيه هذه الأفكار، واللي مش قادر يدرس خليه للقنوات التلفزيونية والإذاعية التي يملكونها والصحف أيضا، في ظل تغييب جميع وسائل الإعلام ونشر الأفكار الأخرى ومؤسسات الخطاب كما نسميها. وبالتالي في نهاية المطاف تيجي أنت مجموعة بشرية يعني تتناوب بين الجهل والتعبئة. نعم، إذن في القرن 21 أستاذ أيمن، يعني بكل مقتضياته وظروفه، هل يمكن للحوثيين يعني إقناع الناس بثقافتهم الطائفية ومسألة الولاية؟ يعني خاصة أن يعني لو قلنا أن العديد من الناس لا يؤمنون بهذه الأفكار، هل يمكن تغييرهم بهذه الأساليب؟ طبعا علينا أولا أن نعرف التطييف الذي نتحدث عنه. عملية القصر المذهبي بمعنى نشر الأفكار المذهبية واعتناقها بحد ذاته هذا أمر يعني لن ينجح على المدى الطويل، لأنه في العصر الحديث، يعني منذ أن دخلت الحداثة في حتى لو كانت مشوهة في العالم العربي وكذا حتى في كل مناحي العالم، يعني أصبح نشر الأديان والمذاهب أمرا صعبا. يعني خلاص المذاهب الموجودة تبقى موجودة، ومهما حاولوا يعني هناك في النهاية مثلا هذا الذي يستمع خطاب الولاية سيرجع إلى البيت، وفي البيت لديهم مذهب آخر سوف يحدثون سوف يقفون يعني ضده، لديها أيضا قبائل والقبيلة لديها أيضا أفكار، يعني البيئة الاجتماعية التي ينتمي إليها الجماعة العضوية الصغيرة التي ينتمي إليها الفرد سوف تحارب هذه الميول. أضيف إلى هذا أيضا أن هناك شبكات يعني شبكات وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أعتقد أن الحوثيين لن يستمروا طويلا في ترك هذا الهامش، يعني سيغلقونها عاجلا أم آجلا. هذا جانب، لكن الجانب الآخر التطييف بمعنى جعل الناس يتبنون هوية طائفية، هذا أمر ممكن يعني في القرن 21 وفي القرن 20 هذا كان ممكن ولا يزال ممكنا، بمعنى أن يقوم الفرد بعد ذلك بتعريف نفسه باعتباره شخص طائفي أو ينظر للدنيا أنها أمر أنه يعني مثلا أخوه يبقى أخوه الشيعي الموجود مثلا داخل باكستان، ولكن ليس أخوها اليمني الجارو يعني جنبه في البيت. هذا ممكن يحصل، وإذا استمر الموضوع سينجحون في جعل جزء كبير من الناس الذي ينتمون للمذهب الزيدي يتحولون يعني أو يعرفون أنفسهم في هذا الإطار، ولكن المسألة ليست بعد ذلك تصبح قدرا. يعني لو أتى بعد ذلك مشروع وطني بإمكان فعلا القضاء على هذا والذهاب بخطوات بعيدة، لكن تحتاج إلى دولة قادرة فعلا لديها رؤية وطنية قوية وحديثة. نعم، هل تعتقد أستاذ أيمن أن المذهب الزيدي هو جزء من المشكلة كتراث فكري ومذهبي للناس في المحافظات الشمالية، أم أنه تم حوثنته أيضا وتطييفه ولا علاقة له بما يحدث حاليا؟ لا طبعا ليس له علاقة، النصوص والمذاهب ليس لها علاقة بالظواهر السياسية. علينا أن نفهم أن الحركة الحوثية ليست منتجة من المذهب الزيدي، وأن القاعدة وداعش والسلفية وكل هذه التنظيمات المتطرفة ليست منتجة من المذهب الحنبلي مثلا. كل هذه الجماعات هي منتج لدولة فاشلة، وبالتالي علينا أن ننظر بالتالي هذه الظاهرة، ظاهرة أن يعرف الإنسان نفسه بشكل طائفي، هذه ظاهرة حديثة بالمناسبة تنتمي إلى فضاء الحداثة والدولة الحديثة وليست أمرا قديما. يعني قبل 100 سنة أقصد قبل 500 سنة 1000 سنة مثلا لم يكن الناس يعرفون هذه الأشياء، يعرفون أنفسهم بهذه الطريقة. هذه الآن مسألة أتت مع الدولة الحديثة، هذا أولا.
أو حتى لو كانت دولة حديثة مشوهة تشويها عظيما كما في اليمن وفي بقية الدول العربية. نعم. هذا أولا. ثانيا علينا أن نخرج من مقاربة هذه المسائل من النصوص، يعني علينا أن نتوقف عن هذا. يعني أجد ناس كثيرين يحاولوا يفسروا كل اللي يفعلها الحوثيين بنصوص مذهب الزيدي. طيب العلماء الزيدية مثلا الذي وقعوا على وثيقة الزيدية الفكرية اللي هي وثيقة حوثية في 2012، كان بينهم أناس هم نفسهم من كانوا يؤيدون علي عبد الله صالح في الانتخابات الرئاسية عام 2006 ويحضرون مهرجاناته، وهم نفسهم الذي أيدوه سنة 1999، وهم أنفسهم الذي أيدوا الوحدة بعد سنة 90 ووقفوا معه. بالتالي وعندما كانوا يقفون معه في الانتخابات الرئاسية سنة 2006 مثلا، كان علي عبد الله صالح في أول حربه مع الحوثيين. وبالتالي علينا أن نبتعد الآن عن هذا كله. المسألة هي مسألة دولة، أصلح الدولة، أصلح مشكلة الهوية، وهي مشكلة خطيرة جدا في العالم العربي. لا يمكن لنا أن نفهم الحركة الحوثية، ولا يمكن لنا أن نفهم داعش، ولا يمكن لنا أن نفهم القاعدة، ولا كل هذه التنظيمات، حتى الحراك الجنوبي المتطرف، لا يمكن أن نفهم هذه الظواهر المتطرفة في أفكارها من غير أن نناقش مسألة الهوية. وهذه مسألة تمس الدولة، تمس نظام التعليم، تمس الاقتصاد، وتمس مؤسسة القانونية. عندما نصلح هذا كله، بعد ذلك فلنأتي ونتحدث عن المذاهب وما يسمى بالخطاب بتجريد الخطاب الديني، وهي الترجمة المصطلحية العربية لفكرة الإصلاح الديني. هذه مسألة أخرى بعد ذلك نناقشها لاحقا، ويعني هناك أفكار معينة بخصوصها. ولكن بصورة عامة المذهب الزيدي ليس له دخل بهذا كله، هذه ظاهرة حديثة نتناولها في إطار المجتمع والدولة والاقتصاد والسياق الدولي. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أيمن نبيل الباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا. عودة إليك أستاذ ثابت، ربما استمعت لحديث الأستاذ أيمن فيما يتعلق بعلاقة الحركة الحوثية بالمذهب الزيدي، ويجد أن لا علاقة لأي حركة بشكل عام بأي معتقدات دينية. يعني فكرة الحركة الحوثية تناقش في إطار الدولة، تناقش في إطار ما يمكن الحديث عنه كدولة حديثة، ما رأيك؟ أستاذ ثابت هل تسمعني؟ الصوت تقطع أستاذ، ممكن تعيد السؤال لو تكرمتي؟ نعم، كنت سألت الأستاذ أيمن ما مدى علاقة المذهب الزيدي بالحركة الحوثية الآن؟ قال أنه لا علاقة بينها وبين المعتقدات الدينية بشكل عام، أي حركة هي ظاهرة حديثة تناقش في إطار الدولة ومدى قوتها أو هشاشتها الدولة الحديثة سواء كانت مشوهة أو غير ذلك، ما رأيك أنت؟ بشكل عام أستطيع أقول أن هذه الجماعة لم تتيمن منذ زمن طويل، منذ آلاف السنين، لم يعني نستطيع أن نقول عنها أنها جماعة في المجتمع وليست جماعة من المجتمع. استعصت يعني على أن تدو في الهوية التاريخية، واليمن يستنج موروث تاريخي وحضاري هو من أرقى الحضارات الإنسانية على وجه البسيطة، للأوطان هويتها الحضارية الراقية، ومع هذا فهذه الجماعة لم تذب وبقيت متحوصلة في داخل كياناتها وداخل أفكارها، ورغم أن المجتمع اليمني لم يتعامل معهم مطلقا بشيء من التمييز، لم يتعامل معهم بشيء من العنصرية أبدا، ولكن مع ذلك تحوصلوا في كيانهم وأبدوا شيئا من المرونة، أبدوا شيئا من أنهم مع النظام الجمهوري، مع الأنظمة الديمقراطية، مع الأحزاب السياسية، ولكن حتى أحزابهم السياسية تلك التي تحوصلوا داخلها لم تكن إلا عبارة عن مستوطنات يعني عنصرية، حتى جاء الوقت المناسب ومن ثم برزوا من خلالها. ولاحظنا ما الذي حصل في 2014 تحديدا، ظهرت تلك الأحزاب إلى العلن تؤيد ويعني تناصر الجماعة الحوثية وتعين ولاءها لها في الوقت الذي قاطعت كل الأحزاب الأخرى هذه الجماعة، وغادر بعض رؤساء الأحزاب إلى خارج اليمن. أما تلك الجماعة فقد باركت وأعلنت مناصرتها لعبد الملك الحوثي. نعم، نحن نود أن توضح لنا أكثر أستاذ ثابت، يعني ما الفرق بين الهاشمية السياسية وبين الزيدية، يعني كمصطلح وكسلوك أيضا؟ هناك يا عزيزتي هناك فرق جدا كبير جدا. استطيع اقول انه لا زيدية في اليمن مطلقا، ليس هناك زيدية في اليمن مطلقا، وهذا قاله كبار ائمتهم من زمن بعيد. الهدوية الجارودية تعارض او تخالف الامام زيد في الاصول والفروع، فمثلا الامام زيد لم يقل بان الامامة اصل من اصول الدين ابدا،
وآمن بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان إلى آخر، بينما الجارودية المتطرفة الذي يعتبر الهادي ومن بعده الأئمة أبرز هذه الجماعة كفروا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيرهم، ولم يؤمنوا إلا بإمامهم علي بن أبي طالب فقط لا غير. الهادوية الجارودية المتطرفة يعني خالفت الإمام زيد في الأصول وفي الفروع، ولأن الإمامة أصلا عندهم أصل من أصول الدين، بينما ليست كذلك عند الإمام زيد. نعم، إذن أستاذ ثابت نعود لحلقتنا، ولكن بعد أن نأخذ هذا الفاصل مشاهدينا الكرام نذهب لفاصل قصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ ثابت. أستاذ ثابت، بالعودة لموضوع حلقتنا، يعني شاهدنا صور ومقاطع فيديو أيضا للمسؤولين ووكلاء ومدراء عموم أيضا يتم إجبارهم على سماع محاضرات عبد الملك الحوثي وترديد الصرخة، يعني هل يعقل أن يحاولوا إعادة المجتمع إلى ما قبل ثورة 26 سبتمبر، خاصة أن الأمر يعني يأتي بالإجبار ومسكهم من أيديهم يعني من أرزاقهم كما يقال؟ عزيزتي، الإمامة سقطت وهي دولة قائمة بفكرها بإعلانها بعسكرها بجيشها في عام 1962 بفضل ثورة 26 سبتمبر، فمن المستحيل ومن سابع المستحيلات أن تعود اليوم دولة وهي عصابة مذمومة ميليشية يلعنها القاصي والداني في الشعب اليمني كامل، مع عصر العلم مع الثقافة مع هذا الفضاء المفتوح. صحيح هناك طفرة وهناك صدفة قادتهم إلى هذه الانتفاشة، ولكنها لن تدوم مؤذن بذلك. فيما يتعلق بمن أشرت إليه من الأكاديميين أو المثقفين أو مدير العلوم كما أشرت، أقول لك بشكل عام عبر التاريخ هناك مثقفون، يعني المثقف على قسمين أو على يعني صورتين، المثقف الجرانشي العضوي الذي يحترم نفسه ويحترم ثقافته وعلمه، المثقف الملتزم الذي ينتمي إلى الشعب، وهذا لا يمكن يتنازل عن الموقف وعن الاساسيات وعن الثوابت، وخاصه فيما يتعلق بالثوابت الوطنيه او الدينيه، مطلقا لا يمكن يتنازل حتى ولو دفع اخر قطره من دمه، ولدينا نماذج كثيره في التاريخ ممن دفعوا دماءهم ثمنا لمواقفهم المشرفه. هناك بالمقابل وعلى النقيض من ذلك ايضا المثقف الانتهازي وهم على اشكال المثقف السياسي الفقيه رجل الدين الخطيب، كل هؤلاء يندرجون تحت هذا المسمى المثقف الانتهازي الذي يدير بالجمله والتجزئه ولا يمكن ان يستمر على موقف معين، ولا يمكن ان يكون له في الاساس موقف ثابت ينتمي للوطن او للدين او ما اشبه، يبيع في اول محطه ولا يهمه ان يكون له موقف مهما كان. اليوم عندنا هذان النوعان من المثقفين، لدينا مثقفون اثبتوا حضورا وفاعليه ايجابيه واثبتوا ان لهم يعني موقف وطني، موقف ديني، موقف سياسي محترم، وهناك ايضا مثقفون باعوا بالجمله والتجزئه، نلمحهم ونشاهدهم للاسف الشديد. ايضا هناك فريق ثالث التزم الصمت وخاصة من هم في اليمن، وفي الحقيقة نحن نلتمس العذر خاصة أمام هذه الجماعة الهمجية التي لا تحترم الرأي ولا الرأي الآخر ولا تحترم أبسط الحقوق الإنسانية ما يأتي عن الحقوق المدنية والحقوق السياسية الأخرى. هذه طبيعة المثقف وهذه طبيعة المواقف عبر التاريخ، وما نشهده اليوم هو جزء من صيرورة وصيرورة المثقف عبر التاريخ. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ ثابت أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ محمد جميح المحلل السياسي من لندن. مساء الخير أستاذ محمد. أهلا، مساء النور. أهلا بك أستاذ محمد. يعني حاليا يقوم الحوثيون بالعديد من الأنشطة التي تعمل على تطييف المجتمع،
تغيير المناهج، محاضرات بالإجبار، إضافة مواد ومقررات جامعية. برأيك يعني كيف ستعيق هذه الثقافة البلد بعد الحرب، وهي تعد ألغام فكرية يعني سواء لطلبة المدارس أو لطلبة الجامعات؟ طبعا هذه جماعة دينية بالمقام الأول، اسمها أنصار الله، يدخل فيها مسمى ديني وهو لفظ الجلالة الله، وبالتالي هي قبل أن ينظر إليها كجماعة سياسية أو جماعة عسكرية أو جماعة قبلية أو اجتماعية أو مكون من المكونات، هي بالأصل جماعة دينية، بمعنى أن البعد الديني هو البعد الأبرز في تفكيرها. وعندما نتحدث عن البعد الديني فإننا نتحدث عن البعد الديني بمعناه الطائفي، ليس بمعنى الدين الذي يشمل جميع الأجناس ويشمل جميع السلالات والعناصر ويشمل جميع الألوان ويضم جميع الثقافات، وإنما هو دين محدد ومؤطر ومؤدلج في الوقت ذاته. وهذه طبعا هذه الأفكار المؤدلجة هي جاءت بشكل واضح، معروف أنها أتت من فكر الثورة الخمينية في إيران، التي سعت إلى إحياء الإسلام الشيعي أو المذهب الشيعي في إطاره الأيديولوجي الذي تعبر عنه نظرية ولاية الفقيه التي أحياها الراحل الخميني. في اليمن تريد هذه الجماعة، لأنها تشعر بأنها جماعة أقلية على مستوى العدد وعلى مستوى الكم، تريد أن تستعيض حاليا بالأداء الكمي وتستبدله بنوع من الأداء الكيفي، إلى أن يتسنى لها العودة أو أن يجير المجتمع ليصبح كما بشكل واضح وكبير لصالحها. ولذلك هي تسعى لتغيير المناهج التعليمية، تسعى لتغيير المقررات الدراسية في الجامعات، تسعى لإجبار الطلبة والطلبة في المدارس والطلبة في الجامعات، تسعى أيضا لإجبار المتحزبين والسياسيين والمنتسبين عسكريا وميليشاويا لهم، تسعى. هل تستطيع ذلك أستاذ محمد؟ الدورات الثقافية، هل تستطيع ذلك مع كل الظروف يعني الحاصلة، تطور المجتمع، افتتاحه على مختلف الثقافات، على التكنولوجيا أيضا، يعني خاصة وهي تقوم بذلك والجميع يعلم أنها تقوم بالإكراه أو بالإجبار؟ لا، هو في الحقيقة هي لا تستطيع، يعني أنت أمام نهر يجري، لا تستطيعين أو لا تستطيع هذه الجماعة أن تغير مجرى النهر، لكن الذي تستطيعه هو أن كما ذكر أن تزرع ألغاما في مجرى هذا النهر، تعيق حركة النهر وتعيق حركة الملاحة إنجاز التعبير وتعيق حركة عودة الشرعية إلى البلاد. اليوم على سبيل المثال هذه الجماعة، عندما أضرب لك مثلا، عندما قتلت الرئيس السابق علي عبد الله صالح، كثير من أنصار الرئيس السابق كانوا في حالة من النقمة على هذه الجماعة وفي حالة من الغضب الشديد، واليوم كثير منهم بعد مضي شهور على مقتله استطاعت هذه الجماعة، وأنا أتكلم عن قيادات وعن أفراد عسكريين كانوا يدافعون عن علي عبد الله صالح ولديهم معلومات بذلك، كانوا يدافعون عنه ليلة مقتله في بيته، ولكنهم الآن بعد أن أخذتهم هذه الجماعة إلى سجونها الخاصة، أجرت عليهم دورات تدريبية ودورات تأهيلية وثقافة قرآنية حسب مصطلحاتهم، وهم اليوم يقاتلون في الجبهات. أقصد أن هذه الألغام التي تضعها هذه الجماعة هي ربما تؤجل أو تعرقل أو تعيق حركة العودة الشرعية، لكنها في الأخير لا تستطيع أن تؤثر بشكل عام، لأن كما قلت العالم فضاء والعالم قرية واحدة، والإعلام مهما كان أنت لا تستطيع أن تكذب على كل الناس كل الوقت، هي تنكشف يوم بعد يوم. وإن كانت الظروف للأسف الشديد حاليا تخدمها، ظروف تفرق الخصوم، ظروف المعارك الجانبية التي تنشأ هنا وهناك، وظروف أيضا الجو الدولي الذي ربما كان ملائما لها، وظروف الدعم الخارجي أيضا الذي تلقاه من إيران ومن غيرها من الجماعات، كل ذلك في تصوري يساعد على استمراريتها وبقائها. لكن في الأخير هذه جماعة محكومة بالفشل صراحة، وهذه ليست أماني، إنما في حقيقة الأمر أن الجماعة التي تقوم على مسألة الاستعلاء العرقي وتقوم على مسألة الاستعلاء المذهبي وتقوم على مسألة الدعم الخارجي وتقوم على مسألة مغايرة ما تآلف وتعارف عليه الناس، هذه الجماعة لا يمكن أن تدوم وإن دامت لبعض الوقت.
نعم، إذن نحن نلاحظ أستاذ محمد يعني أن الحوثيين يشتغلون في أكثر من جانب، سواء في الجبهات، الإعلام، على مستوى المجتمع، محاولة تغيير المناهج، محاولة يعني عمل دورات سواء يعني عسكرية أو فكرية. بالجانب الآخر لا نجد أي تحرك، يعني الميدان متروك لهم تماما، لا نجد أي حتى استشعار بخطر ما يحدث. ما هو واجب الحكومة تجاه ما يحدث أستاذ محمد؟ هناك ظاهرة ربما لم يتطرق إليها، لم يتم التطرق إليها بشكل كبير، وهي ظاهرة مهمة وخطيرة، أن سيطرة الجماعة على المحافظات الشمالية صنعاء وشمال صنعاء وبعض المحافظات في غرب البلاد. هذه السيطرة جعلت الكثير من الرموز الفكرية والدينية والثقافية والاجتماعية يهربون من هذه المناطق. هذا الأمر ترك فراغا كبيرا تحاول هذه الجماعة أن تملأ، بمعنى الكثير من الشيوخ المعتدلين، الكثير من الشيوخ الذين كان يمكن أن يبقوا هناك وإن كانت حياتهم ربما تكون في خطر أو ربما كانوا سيتعرضون لمضايقات، خرجوا من البلاد، وهم بالطبع يعذرون لخروجهم لأنهم أمام نوع من الاضطهاد. لكن علينا أن نعترف أن خروجهم مكن هذه الجماعة من المساجد التي كانوا فيها، مكن هذه الجماعة من المنابر الاجتماعية والثقافية التي كانوا فيها. هناك صحفيون، هناك مثقفون، هناك شعراء، هناك أدباء، هناك أعيان في المجتمع. هؤلاء خرجوا، وهذا هو مراد هذه الجماعة، أن تفرغ المجتمع من مناوئيها من أجل أن يظل هذا المجتمع على لون واحد. لكن هل سيظل هذا اللون سائدا الى حد الى زمن بعيد؟ انا لا اعتقد، لان المجتمع اليمني حتى في هذه الظروف التي يعيش بها الان هو ينظر ويرى ويقارن. يعني ما الذي يمكن ان نستفيده من شعارات تردد الموت لامريكا الموت لاسرائيل، او من ثقافه قرانيه اذا كان لا يجد دبه الغاز او اسطوانه الغاز؟ ما الذي يمكن ان نستفيده اذا كان لا يجد لقمه العيش، لا يجد الراتب؟ الناس في الاخير وان صمتوا لكنهم في أنفسهم يحاكمون وينتقدون هذه الجماعة ويقيسونها ويقيسون شعاراتها إلى المنجز على الأرض. نعم، هؤلاء الناس، ولكن يعني دور الحكومة أستاذ محمد، نعم الحكومة يعني هل عليها القيام بأي شيء؟ المثقفون أيضا، النخب المجتمعية، هل عليها أن تتفرج ساكتة ثقة بالناس؟ لا بالطبع، لم نقل ذلك. يفترض أن يكون هناك إعلام واعي. اليوم الحرب في جانب من جوانبها هي حرب إعلامية. يجب أيضا على الموجودين حتى ضمن سيطرة هذه الجماعة أن لا يستسلموا للياس، بمعنى أن يستخدموا كل ما يمكن حيز متاح، وهي لا تستطيع أن تكمم كل الأفواه، من أجل إيصال الكلمة، من أجل نشر الوعي، من أجل بكل وسيلة ممكنة، بما لا يجني عليهم، بما لا يجعل هذه الجماعة تتنمر في تعاملها معهم. لكن أيضا الحكومة عليها أيضا أن الأحزاب السياسية، النشطاء السياسيون، الوجهات الاجتماعية، المثقفون، الإعلام الموجه، كل ذلك ينبغي أن يصب في مصلحة الوسطية التي عرف بها الشعب اليمني، والتي المناهج أيضا التي نشأنا عليها، التي درسنا عليها أنا وأنت والآخرون. يعني بمعنى أننا يجب مهما خرجنا عن هذا التيار الوسطي سنعود إليه، وهذا التيار لا يؤمن بالزيدية والشافعية، هو تيار نشأ على مناهج هي عصارة هذين المذهبين، وخرج منها وخرج فيها ملايين الشباب من اليمنيين. ولا أعتقد أن هذه الجماعة التي تريد أن تحرق الوقت وأن تقفز على المراحل من أجل الوصول إلى أهدافها، لا أعتقد إلا أن هذه الحركات المستعجلة لن تؤتي ثمارها، وأعتقد أنها سوف تفشل في نهاية المطاف. لكننا بالطبع لابد أن ندفع ثمن ما يقوم به الحوثيون الآن من تلغيم لمسارات السلام، لمسارات الصفاء الفكري والذهني والسلام الاجتماعي. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ محمد جميح المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. عودة إليك أستاذ ثابت. أستاذ ثابت، يعني تحدث الأستاذ محمد جميح ربما بأن الحوثيين قاموا ب يعني إفراغ الدولة من خاصة في المناطق الشمالية من مشايخها، من مفكريها، من مثقفيها، لم يتبقى هناك إلا من يستطيع أن يدهن أو يستطيع أن يعني ينضم أو ينضوي تحت فكرهم. خلو البلد من هؤلاء النخب أستاذ ثابت، هل يعني يمكن الحوثيين من السيطرة على المناطق الشمالية أو التي على الأماكن التي يسيطرون عليها فكريا؟
عزيزتي هذه الجماعة أخلت الدولة كاملة من محتواها، أفرغتها من مضمونها. الدولة أتكلم عن الدولة كاملة، ومن ضمنها أيضا القيادات المجتمعية من قيادات ثقافية، من قيادات اجتماعية، من قيادات سياسية، رجال دين إلى آخر، كله حصل تجريف مجتمعي. اليوم في كل قرية على مستوى اليمن هناك مشكلة أساسها هذه الجماعة. اليوم الاجتماع مخوض وأخطر من تقويض السياسة وأخطر من تقويض الحكومات وأنظمة الحكم، تقويض السلم الاجتماعي الذي لم نشهد له مثلا خلال يعني ربما عشرات العقود السابقة. في كل قرية اليوم مشكلة على امتداد اليمن، في كل بيت مشكلة سببها هذه الجماعة. اليوم الناس يتجهون إلى القوت الضروري، يعني يبحثون عن ما يقيم أودهم، عن أبسط مقومات الحياة، يريدون الحياة فقط. في الوقت الذي تسعى هذه الجماعة إلى نشر أيديولوجيتها بالإكرام، مستغلة ظروف الناس وفارضة هذه الأيديولوجيا بالقوة وبالترهيب تارة وبالترهيب تارة أخرى، وإن كان الترهيب هو يعني الأكثر حضورا يعني على مستوى الوطن. نعم، إذن هذه الجماعة نعم. بالنسبة لدور الحكومة أستاذ، نعم، الجماعة لا تختلف عن الجماعة الداعشية. إذا كانت داعش اتخذت مسارا واحدا وهو المسار العسكري ومضت عليه فقط، فإن هذه الجماعة إذا كان اتخذها المسار العسكري هي أيضا تناور سياسيا، وبالتالي فقد جمعت بين الاعتداء العسكري، بين الخيار العسكري، بين الخط العسكري الحربي وبين الخط السياسي الذي تفوقت به على داعش. نعم، لكن أستاذ ثابت، يعني نحن نجد أيضا أن الحكومة لا تقوم بأي دور، يعني الجميع تابع كيف تتحول صنعاء القديمة إلى مجرد يعني لوحة خضراء تنتمي لفكر يعني مختلف تماما عما بنيت عليه. يعني طلاء البيوت القديمة بعبارات طائفية وبأسماء رموز تعني لهم أي شيء، لا نجد أي تحرك من قبل الحكومة للضغط على منظمة اليونسكو حتى تستطيع الضغط على ميليشيا الحوثي أن تقف على الأقل أو توقف العبث بآثار المدينة التاريخية. أشارك يعني رأيتي هنا إلى أن هناك خلل، وخلل كبير جدا للأسف في الحكومة الشرعية. وأقول بكل صراحة الحوثي استكمل كل عوامل بقائه فيما الشرعية لم تحرك ساكن ولم تتحرك. أنا شخصيا كأني بصنعاء، كأني بكل الشعب اليمني، كأني بالعاصمة تحديدا، تقول للشرعية هيتلك، ولكن للأسف الطرف الآخر يبدو علميا أو مجبوبا وعاجزا عن أي حركة، ولا ندري ما السبب للأسف الشديد. نعم، هل يمكنها عمل شيء أستاذ ثابت، يعني الحكومة من جهة، المثقفون، النخب، على الأقل لتدارك يعني الأثار السلبية التي قد تؤثر مستقبلا حين تعود الدولة إلى الواجهة؟ تستطيع، إذا كان هناك جدية تستطيع الحكومة الشرعية ومعها التحالف العربي فعل ما هو أكثر من ذلك، لكن داخل البلد الأمر بالنسبة لهم صعبا، من الصعوبة على المواطنين مواجهة الدولة. عزيزتي لنفهم جميعا أن الحوثي لم يواجه الشعب كاملا بمفرده كجماعة تشلة كأقلية كطائفة، هو يواجه الشعب بقوة الدولة، ببنك الدولة، بجيش الدولة، بإعلام الدولة، بمؤسسة الدولة كامل. اعتدى على الشعب بهذه المؤسسات، ولن يتجه عليهم يعني بجماعته او بامكانته الخاصه كجماعه. وبالتالي مهما يكون على جماعه ما على تيار على حزب ان يقاوم مؤسسه الدوله كامله، هذا من المستحيل، ابدا مستحيل، لن يكون ابدا، خاصه وان هذه الجماعه لا تراعي الراي والراي الاخر ولا تؤمن بابسط الحقوق الانسانيه والمدنيه لاي انسان قط ابدا. نعم، اذا شكرا جزيلا لك ثابت الاحمدي الكاتب والباحث، كنت معنا عبر سكايب من الرياض. الشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.